نادي مولودية العلماء ما زال يصارع للآن في الدور المحلي الجزائري من أجل ضمان البقاء، فتعثره أمام مولودية بجاية في الجولة ما قبل الأخيرة كان بمثابة القشة التي كسرت ظهر القائمين عن النادي، وتبقى الفرصة أمامه في الجولة الأخيرة أمام تبعية وهران. بعد التأهل إلى دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا ذهب عقل اللاعبين بعيدا ونسوا البطولة. بصراحة هدفنا لم يكن التأهل إلى دور المجموعات وإنما اللعب على المراتب الأولى في الدوري الجزائري. للأسف ضيعنا هذا الهدف وعقدنا من وضعيتنا. أنا شخصيا أفضل البقاء في القسم الأول عوض التأهل إلى رابطة أبطال إفريقيا. نعم هناك كولسة في البطولة الوطنية اللي حابين يهبطوا العلماء اللي راهو أحسن فريق في البطولة اللي راهو متأهل لرابطة الأبطال، ونتمنى يعني نتمنى من كل قلبي يعني مع كل أسف وللأنصار تاع العلماء اللي يتحدوا إن شاء الله ويلعبوا دوري الأبطال في العام الجاي إن شاء الله. حالة من الغضب وعدم الرضا عن ما وصل إليه نادي البابية كما يلقب بدت واضحة لدى أنصار النادي. كان من الصراعات وهذا مع هذا وهذا ضد هذا وهذا ضد هذا، خاطر مش الخاسر الأول هو شكون، هو الفريق. نحوسوا الناس هذو يوقفوا معاه، هذو راهي مازالت عندنا فرصة وبربي إن شاء الله ما نطيحوش، ولا طحنا نعودوا السنة ونطلعوا إن شاء الله. من مفارقة بطولة هذا الموسم أن نادي هذه المنطقة يعد من أحسن الأندية هجوما، ولعبها وليد رجا هداف البطولة، لكن هذه المعطيات لم تشفع له من السقوط إلى القسم الثاني.